السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مقر Entrepreneurship أو ريادة الأعمال. أنا اسمي الأستاذة تناء أحمد، وحكون معكم بإذن الله خلال هذا الفصل الدراسي حتى ندرس مع بعض ريادة الأعمال. ما هي ريادة الأعمال؟ كيف ممكن إني أبدأ مشروع؟ كيف ممكن إني أطور هذا المشروع؟ كيف ممكن إني أنجح في أن يكون عندي مشروع مستقل و يعني أكتسح السوق وأكون قادرة على أني أتجاوز جميع التحديات اللي ممكن أني أتعرض لها. فقبل ما ندخل في ما هي ريادة الأعمال ولماذا هذا المقرر، بس أديكم معلومات أول شيء عامة عن المقرر. فاسمه الانتربرنورشيب، أنا أستاذة ثناء أحمد زي ما قلت لكم، الإيميل thana@esu.ac.ae. ففي حالة عندكم أي مشكلة تعترضكم، أي سؤال، أي اقتراحات، أي معلومات حابين تعرفوها عن المقرر، فما تترددوش أنكم تتواصلوا معايا من خلال هذا الإيميل. يفضل التواصل من خلال الإيميل الرسمي للجامعة على أنكم تتواصلون على المودل أو على أي شيء آخر، لأنه الإيميل يعني بحاول كل فترة أني أراجع هذا الإيميل و أتأكد من أو أجاوب على الإيميلات إن شاء الله أول بأول. حلقة النقاش بإذن الله بتكون يوم جميع يعني يوم الاثنين من 5 إلى 6 مساء بتوقيت الرياض. هديكم معلومات عامة قبل ما ندخل في المقرر، هديكم معلومات عامة أتوقع أنكم بتكون عندكم فكرة عليها، ولكن من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فترفع المحاضرات أسبوعيا على منصة التعليم مودل، ترفع المحاضرات يوم السبت بإذن الله على الساعة 12 ظهرا بتوقيت الرياض. مثل ما قلت لكم، حلقات المناقشة بتكون أسبوعية، بنحاول قدر ما يمكن أنها ما تكونش إعادة لما يعني لما يقال في خلال المحاضرات المسجلة. بتكون يعني عامة إجابة على استفساراتكم، على تساؤلاتكم فيما يخص هذا المقرر، ولكن أيضا ممكن ندي فيها تمارين تطبيقية، ممكن ندي فيها حالات عملية اللي في بعض الأحيان التسجيل ما يسمحناش الوقت أو ما تكونش في الجانب التفاعلي اللي يسمح لي إني أشتغل على هاي التمارين. فأشجعكم إنكم تحضروا حلقات النقاش، عادة يعني تسمح لكم أول شيء إنكم تلخصوا أهم ما ورد في التسجيلات. بنحاول قد ما يمكن أن نتعرض إلى أهم العناصر اللي نتطرق لها خلال المقرر، ثم بناخذ الأسئلة، الاستفسارات، بنحاول ناخذ حالة عملية تطبيقية، هي لمدة ساعة زمن، كل يوم اثنين من الساعة 5 إلى 6 مساء. رابط الزوم بإذن الله تجدوه على المودل، ممكن تدخلون مباشرة من هناك. الكتاب المقرر لكم خلال هذا الفصل الدراسي هو Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management الـ 8th Edition لسكاربرو اند كونوول. يعني يفضل انه يكون عندكم الكتاب، لانه دائما في الكتاب تجدون شرح مطول اكثر، تجدون ممكن حالات عمليه، امثله بتساعدكم على على معرفه ما يدو يعني على ممكن فهم الكونسبت اللي بنتعرض لها بطريقه اعمق. الكويزات طبعا هتيجي من سلايد ومن الحلقات المسجله. الحين بالنسبه لتقسيم الدرجات، فعندكم 20% هيكون على الفاينل و80% بتكون على الكويزات الاسبوعيه. فالكويزات بتكون طريقه اسبوعيه، هي لا تقيس فقط حضور الطلاب ولكن ايضا تقيس فهمهم واستيعابهم للمادة العلمية. فالتقويم الأكاديمي للفصل الأول لسنة 2023 يبدأ كما تعرفون يوم 28 يناير، ثم عندكم آخر موعد للاعتذار عن الفصل الدراسي وعن المقرر بيكون يوم 28 فبراير. 6 مايو بيكون إن شاء الله بداية الاختبارات النهائية، و13 مايو بإذن الله تكون نهاية هذه الاختبارات. المخطط الأسبوعي، يعني عندكم هاي المخطط، مش حمر عليه يعني مفصلا، ممكن أنكم ترجعون له، ولكن بيسكلي طبعا الأسبوع الأول بيكون أسبوع تمهيدي، هضع لكم كويز بحيث أنكم تتدربوا
على طريقة الكوزي. طبعا الكوزي هذا لن يحتسب في درجات الطلاب، ولكن يجب أنكم تجتازوا هذا الكويست حتى تتأكدوا من أنه كل شيء يشتغل عندكم بطريقة سليمة، أنكم تقدروا تدخلون على المودل، أنه قادرين أنكم تجاوبوا على الأسئلة، ما فيش مشاكل فنية، ما فيش مشاكل يعني من أي ناحية أخرى. هذا بيكون الأسبوع الأول. بعدين خلال الأسابيع اللي بعدها المتلاحقة، فدائما بيكون عندنا المحاضرة تنزل لكم آخر الأسبوع، تنزل لكم الكويز، بيدوكم تقريبا أسبوع حتى تحل هذا الكويز، وبيكون عندنا بإذن الله أسبوعين هذه حلقة النقاش. طيب بالنسبة للكوزات، فمثل ما قلت لكم تفتح الاختبار القصير الأسبوع يوم السبت في تمام الساعة 10 مساء، وهو متاح لمدة أسبوع، ثم يقفل السبت اللي بعده ولكن على الساعة 9 مساء. طبعا كل هذا بتوقيت الرياض. الاختبار طبعا في أسئلة كتابية وأسئلة صوتية. بالنسبة للأسئلة الكتابية بتكون إن شاء الله رأس السؤال مترجم إلى اللغة العربية. أنا بحثكم إنكم تتعودوا على التعامل باللغة الإنجليزية. خلال الفصول الدراسية السابقة اكتشفت أن الطلاب بياخذوا المقررات وبيترجموها، وهي ينقص كثير من المادة العلمية، وينقص أيضا من مهاراتكم في اللغة الإنجليزية اللي هتحتاجوها كثير في سوق العمل. طبعا انتم منكم مجبرين على هذا، ولكن بحثكم على انكم تحاولوا على الاقل انكم تستوعبون المادة باللغة الإنجليزية. واني الأسئلة ان شاء الله بيكون رأس السؤال باللغة الإنجليزية، ومترجم بإذن الله إلى اللغة العربية. الإجابات بالنسبة للاختبار القصير هي بمثابة حضوركم، فأنتم عارفين أنه يجب أنكم تجتازون الكوزات. يعني غير الحضور، مثل ما قلت بدري شوي، هي هحاول من خلالها أني أقيس استيعابكم فهمكم للمادة العلمية. الاختبار القصير من 8 درجات، عندكم 10 اختبارات قصيرة، فبيكون بمجموع 80 درجة. فترة السماحية الاختبار القصير بتكون 24 دقيقة، أتوقع هاي موحد على جميع المقررات. الاختبار النهائي بإذن الله عندكم جدولة حتنزل لكم على المودل في وقتها، بيكون أيضا نفس الشيء، فيها مجموعة من الأسئلة الكتابية ومجموعة من الأسئلة الصوتية. فقبل ما تبدأوا الاختبار حيكون عندكم على المودل تيست، ادخلوا جربوا الصوت، تأكدوا من أنه الصوت يشتغل معكم قبل ما تبدأوا الاختبار، لأنه مش يكون عندكم أوبشن الباك تراكينج. الاختبار النهائي بيكون من 20 درجة، وفترة الاختبارات دائما بتكون في الأسابيع الأخيرة للفصل الدراسي. هذا تقريبا فيما يخص المقر. أتوقع أن كلكم متعودين على هذه طريقة العمل، هي موحدة على ما أظن على أغلب المقررات، غير طبعا المقررات العملية. الحين يعني ليه هذا المقرر؟ What is entrepreneurship؟ وليش هذا المقرر بالذات؟ طبعا مش عارفة لو عندكم فكرة على تطور يعني الفكر أو في التطورات في أغلب الجامعات في العالم. أغلب الجامعات صارت اليوم تركز على الجانب ريادة الأعمال. أغلب الجامعات عندها مراكز ريادة الأعمال لتشجيع الشباب على أنهم يفتحون مشاريعهم الخاصة، تساعدهم من خلال يعني تعطيهم مجموعة من النصائح، مجموعة من الإرشادات، من المعلومات، من الجهات الداعمة اللي ممكن أنها تساعدهم على فتح المشاريع. فيعتبر التوجه نحو التفكير ريادي توجها عالميا في المؤسسات التعليمية، سواء كانت على مستوى المملكة أو خارج المملكة. وصراحة يعني وضعت تقريبا جميع الدول المتقدمة خطط تنفيذية لتعزيز التفكير أو التطبيقات الفكر الريادي في الجامعات. فمثل ما قلت لكم الحين، يعني أغلب الجامعات في أمريكا أو في بريطانيا أو في أوروبا عامة بيكون لها مراكز، حتى في المملكة بيكون لها مراكز ريادة الأعمال، و بتحاول كمان أيضا شفتوا رؤية 2030 بتحث على إنه على فتح المشاريع، خاصة بالنسبة لي نيجي نحكي عليها إن شاء الله في الفصل الأول، هنتكلم على المشاريع الريادية خاصة للفئة النساء، سواء النساء أو الرجال. طبعا هي اثنين كثير مهمة، ولكن في التركيز على النساء لأنه ممكن يكونوا متأخرين في دخول ريادة الأعمال مقارنة مع الرجال.
أول شيء طبعا ما هي ريادة الأعمال؟ فخليني أول شيء أعرف هذا المصطلح. فعرف المصطلح بيرج في 1986 ريادة الأعمال على أنها مجموعة أنشطة تقدم على الاهتمام، توفير الفرص، تلبية الحاجات والرغبات من خلال الإبداع وإنشاء المنشآت. فبيزيكلي ريادة الأعمال هي إني يكون عندي الجرأة إني أفتح بزنس خاص فيه، ويعني ما هي الأنشطة اللي حقوم بها حتى أغتنم الفرص الموجودة في السوق وحتى ألبي حاجات ورغبات العميل من خلال فتح هذه المشاريع. دورينج إن 1995 عرفها بأنها عملية خلق منظمة اقتصادية مبدعة من أجل تحقيق الربح أو النمو تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد. فنرجع نتكلم دائما عن الإبداع. طبعا الأفكار المبدعة لا يعني أنها أفكار صعبة أو أفكار خارقة للعادة أو أفكار اللي هي ممكن ما تمت من قبل. الأفكار المبدعة هي ممكن تكون فرصة في سوق معينة، ممكن تشوفوا فكرة في مكان في أمريكا، في إنجلترا، في أي مكان في العالم، وتجي يعني تشوف إنه في بلدك هي غير موجودة، فتغتنم هاي الفرصة تفتح المشروع. ممكن يكون فكرة جديدة لك، مو لازم تكون يعني فكرة ثورية أو فكرة يعني مختلفة تماما عن اللي صاير في السوق. ممكن يكون تعديلات بسيطة على أفكار موجودة في السوق، ومن خلالها ممكن إنه شخص يفتح مشروع. طبعا أيضا نشوف فكرة يعني تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد. حنيجي إن شاء الله نحكي على رائد الأعمال وعلى خصائص رائد الأعمال، وحنشوف إنه رواد الأعمال هم من الأشخاص اللي قابلين انهم ياخذون المخاطره. طبعا المخاطره تكون مدروسه، يعني اني ادخل في مشروع في ظل مخاطره او عدم تاكد، هذا لا يعني اني متهور وادخل بدون ما يكون في دراسه. حنيجي نتكلم على خطه العمل وكيف ابني خطه عمل ودراسه الجدوى اكسترا وريسك مانجمنت وكل هذه الاشياء. ف يعني هي مخاطره مدروسه، ولكن السل الشخص ميمكنش انه يتاكد 100% من الظروف المحيطه. بالنسبه لكربونر في 1998 فهو عرف رياده الاعمال على انها مرتبطه بالتخطيط المحدد لمواجهه مخاطر محسوبه بناء على معرفه السوق والموارد المتاحه، وذلك لتحقيق النجاح المأمول. شوفوا انه تقريبا تحوم نفس الشيء، يعني اني انا بخطط لفتح مشروع خاص بي في اطار ظروف ممكن تتسم بالمخاطرة وعدم التأكد. فهي تقريبا ريادة الأعمال. إن شاء الله خلال الفصول القادمة، خاصة الفصل الأول، حنتعمق بإذن الله في ما هي ريادة الأعمال، وحندخل حندرس مع بعض صفات رائد الأعمال وما هي المهارات والمعارف اللي يجب أن تكون عنده حتى ينجح في بناء مشاريع ناجحة. بالنسبة للكورس ديسكريبشن، فطبعا الكورس هذا سوف يسمح للطلاب انه يكون عندهم معرفة بريادة الأعمال. حنتكلم على تحديات ايضا ريادة الأعمال وكيف ممكن اني اعمل مشروع وما يفشل، لانه حنشوف ايضا ان شاء الله في الفصل الاول كيف انه عدد كبير من المشاريع اللي ممكن انها تفشل او كيف اتعامل مع الفشل، لانه الفشل جزء من رياده الاعمال. حنيجي ايضا نشوف هذا الجانب، انه مو دائما اعمل مشروع وبيمشي من اول وهله، فكيف ممكن اتقبل الفشل وكيف اتعامل مع الفشل وكيف اتعلم منه. ايضا حيكون هاي طبعا له نصيب في مقرراتنا. يعني students will learn about various methods for starting up managing and financing a new venture. يعني الطلاب حيتعلمون كيف ممكن، ما هي الطرق اللي من خلالها ممكن يبدأون في خلق مشروع، إدارة هذا المشروع، والجانب المالي كيف ممكن انهم they finance المشروع تبعهم. ايضا حنحاول من خلال مجموعة من التولز اللي حنديها لكم، فيديوهات وغيرها، اني نتعرف على عالم ريادة الأعمال. بالنسبة للكورس أوتلاينز، يعني المواضيع اللي هتطرق لهم خلال هذا الفصل، حننظر أول شيء الفصل الأول. دائما الفصول الأولى هي فصول تمهيدية، صح؟ فحنبدأ بإذن الله الفصل الأول حننظر إلى الفاونديشن أوف انتربرنورشيب، يعني ما هي أساسيات ريادة الأعمال، ما هي ريادة الأعمال،
كيف يعني كيف تطورت، يعني حننظر إلى تطور تاريخ ريادة الأعمال، مجموعة من الإحصائيات، ما هي خصائص الانتربرنور، يعني لو شخص رائد الأعمال ما هي خصائصه، ما هي مهاراته، ما هي يعني ما هي من هم الأشخاص اللي بينجحون في ريادة الأعمال. الفصل الثاني حننظر inside the entrepreneur mind from ideas to reality، فكيف ممكن إني أحول أفكاري إلى مشاريع. فهاي الفصل الثاني. الفصل الثالث اللي حنتكلم هون على دراسة الجدوى، الفيزابيليتي اناليسيس، ديزاينينج بزنس موديل. فحنتكلم على كيف ممكن اني ادرس السوق، مثل ما قلت لكم يعني انه السوق يتسم بعدم التأكد بالمخاطرة، هذا لا يعني اني اتهور واني ادخل في سوق بدون ما يكون له دراسة. فاحنا حنشوف ما هي الطرق، ما هي النماذج المتاحة اللي تسمح لكم أنكم تدرسون السوق، ويكون عندكم يعني أو تقومون بهذه دراسة الجدوى. فصل الرابع حننظر crafting a business plan and building a solid strategic plan. فحننظر هون، فهذا فصل شوي ممكن أطول شوي من بقية الفصول، ولكنه فصل مهم جدا. حنتكلم فيه على البزنس بلان اللي هو خطة العمل، وحننظر إلى strategic planning اللي هي التخطيط الاستراتيجي، كمان هو شيء مهم جدا يعني التقليل من احتمالية الفشل. الفصل الخامس حننظر إلى أنواع البزنس، أنواع الفورم أوف أونرشيب، يعني الأنواع القانونية للمؤسسات. الفصل السادس حننظر إلى building a powerful bootstrap marketing plan، حننظر إلى الجانب التسويقي. الفصل السابع حننظر للـ e-commerce and entrepreneur، حننظر إلى طبعا اليوم انتم عارفين انه اغلب او عدد كبير من المشاريع بتكون اونلاين، سواء في اطار ويب سايتس، ابلكيشنز، مشاريع افتراضية وغيرها، فحننظر إلى الاي كوميرس. الفصل الثامن حننظر إلى البرايسنج اند كريدت استراتيجيز، كيف ممكن نحدد السعر، وحننظر ايضا للكريدت استراتيجيز. التاسع بيلدينج ا نيو فينتشر تيم، على نتكلم هون على الـ human resources وكيف مني أجمع فريق عمل. حنكتشف أيضا إنه فريق العمل أساسي جدا في نجاح الـ يعني الـ المشاريع. بدون العامل البشري، بدون ما يكون عندك تيم قوي، صعب جدا إنه المشروع ينجح، مهما كانت الفكرة حلوة، ومهما كان لو حتى لو عندك الجانب المادي، لو ما عندك فريق عمل قوي فصعب جدا إنه المشروع ينجح. حنتكلم عن partnership، ويعني لو بيكون عندك شريك فاختيار الشريك وأهمية اختيار هؤلاء الشركاء وكيف اختاروا على أي أساس. آخر فصل حيكون global aspect of entrepreneurship، وهون حنطلع شوي خارج نطاق العمل في دولة موحدة، يعني في دولة واحدة عفوا، وبنظر إلى لو أنا حابب إني أتوسع، عندي مشروع وبدأ الحمد لله ينجح، فكيف ممكن إني أتوسع على مستوى العالم. حننظر إلى الفرنشايزينج وكيف ممكن إني أبدأ في الامتياز أو إني أتحصل على امتياز. حننظر إلى الـ يعني الأسبكت اللي ممكن إني تسمح لي إني يصير عندي حضور عالم. هاي بالنسبة للفصول، يعني هم 10 فصول. بالنسبة لل learning outcomes أو مخرجات التعلم بالنسبة لهاي البرنامج، بالنسبة سوري لهاي الكورس، فعلى نهاية الكورس المفروض إنه الطالب يكون قادر على إنه يتعرف على الخطوات اللي متاحة له حتى يفتح مشروعه الخاص به. حيكون قادر أيضا إنه يقيم أو يكون عنده هاي الفكر الناقد اللي يسمح له إنه يدرس جدوى مشاريع معينة. يعني في بعض الأحيان بنتحمس لفكرة معينة، بشوف إنه فكرة جدا حلوة وبنتحمس لها وهذا مطلوب. يعني هنشوف إنه رائد الأعمال هو شخص persistent، يعني يؤمن بفكرة حتى لو ولا أحد غيره يؤمن بها، إنه يؤمن بفكرة ويتمسك بها ويحاول قد ما يمكن إنه ينجحها. إلا أنه يجب أن يكون عندنا هاي الفكر الناقد اللي يسمح لنا أن نتعرف على المشاكل اللي ممكن نتعرض لها، نتعرف على الطرق اللي من خلالها ممكن أتفادى هاي المشاكل. ريسك مانجمنت أيضا طبعا شيء مهم جدا، أني كيف أتعامل مع المخاطر. قلنا أنه في تعريف الانتربرينورشيب أنه هي يعني فتح مشروع في إطار بيئة تتسم بالمخاطرة، فكيف أتعرف على هذه المخاطر. و آخر شيء طبعا مفروض انكم على نهاية هذا الفصل تكونوا قادرين انكم تحولون الفرص الى مشاريع. ان شاء الله على نهاية المقرر بديكم يعني هاي الرغبة
انكم تفتحون مشاريعكم الخاصة، او انكم ممكن تكونوا بارت او جزء من فريق عمل اللي ممكن يكون يسعى الى فتح مشاريع جديدة. اتكلمنا على 3 أمثال لرواد أعمال، أحمد زهران، عزة فهمي، ومحمد عبد الخالق. إيه اللي يخلي الناس دول نعتبرهم رواد أعمال؟ وهل ممكن تتعلم تبقى رائد أعمال؟ ولا دي حاجة الناس بتتولد بيها كسمة من سمات الشخصية؟ هما مين رواد الأعمال؟ رواد الأعمال ناس بيبادروا بإن هما بيبدأوا حاجة، شركة، منظمة، وبياخدوا المخاطرة، وبيشوفوا فرص معينة قدامهم، وعندهم القدرة على انتقاء الفرص. دي سمات لشخصية رائد الأعمال بتبقى موجودة دايماً فيه. هل ممكن نتعلم السمات ديت؟ ممكن نتعلم نجربها. بالإضافة للسمات ديت في مهارات ممكن الواحد بيتعلمها، زي مهارات الأعمال، زي مهارات الإقناع، زي مهارات التعامل مع الأفراد والأشخاص، زي مهارات التحليل. كل ديت مهارات ممكن الواحد يتعلمها ويجربها. خلينا نمسك قصة لمجموعة من رواد الأعمال اللي بدأوا شركتهم من أكتر من 20 سنة، وبحكي لكم قصتهم عشان تعرفوا إن ريادة الأعمال مش حاجة جديدة بنتكلم عليها النهاردة، دي حاجة بدأت من عشرات السنين، وفي عندنا أمثلة ناجحة من فترات مختلفة. كريم بشارة وخالد بشارة بدأوا شركة بعد ما اتخرجوا من الجامعة. الشركة دي كان اسمها لينك دوت نت. الشركة دي كان في وقت من الأوقات الإنترنت جديدة، محدش يسمع عنها أو يعرف عنها، وهم شافوا الإنترنت شغالة في أمريكا وقرروا إن هم يجيبوها لمصر وللدول العربية ودول المنطقة. بدأوا في وقت كانوا بيحتاجوا ان هم يروحوا ويحكوا للناس يعني ايه الانترنت، ويقنعوهم ان هم يبقى عندهم ايميل اكاونت او ويب سايت في وقت ما كانش فيه اي حاجه من الحاجات دي موجوده. وقدروا ان هم يبنوا الشركه لينك دوت نت لشركه من اكبر شركات التكنولوجي في المنطقه. ايه اللي خلى كريم وخالد يعتبروا انتربرينورز؟ وايه سمات الشخصيه اللي ممكن نطلعها منهم؟ هما الاثنين شافوا فرصه في وقت ما كانش حد بيفكر فيها. كانوا مسافرين، شافوا الانترنت، واقتنعوا ان ديت حاجة هتبقى كبيرة بعد وقت قصير. محدش قدر يشوف الفرصة ديت في نفس الوقت. هما بدأوا وبدأوا الشركة بتاعتهم بناء على ان هما عرفوا يشوفوا الفرصة ديت. هما خدوا مخاطرة كبيرة لان كان ممكن يشتغلوا في اي شركة في اي وظيفة بعد ما اتخرجوا من الجامعة، لكن هما قرروا ان هما يركزوا على الشركة ديت. هما خدوا المبادرة لأن هما بدأوا الشركة من غير ما يكون في أي حاجة، من غير ما يكون في أي حاجة يقدروا يبدأوا حواليها، لكن في خلال 10 و20 سنة الشركة ديت بقت شركة ضخمة فيها موظفين كتير وليها عملاء كتير. عشان يقدروا ينفذوا الشركة بتاعتهم كانوا هما أول وظيفة بيعملوها غير الحاجات الفنية إن هما كانوا بيروحوا يعرفوا الناس إزاي يستخدموا الإنترنت، كانوا بيروحوا يتكلموا مع شركات عن استخدامات الإنترنت، كانوا بيروحوا يفهموا الناس إزاي يبعتوا إيميل، إزاي يفتحوا ويب سايت، إزاي إن هما يتواصلوا من خلال الإنترنت. كل دي مهارات احتاجوا إن هما يطوروها في بداية حياتهم. كل يوم كانوا بيعملوا إيه؟ الشغل اللي كانوا بيعملوه كان مختلف عن أي وظيفة أي حد مننا بيعملها. أي حد بيشتغل في وظيفة ليه مواعيد عمل من 9 ل 5 أو أيا كانت، وبيروح وبعد ما بيخلص بيبقى خلص شغله. رائد الأعمال ما بيشتغلش كده. رائد الأعمال بيفكر 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، في الشركة بتاعته، في البيزنس بتاعه، في العملاء. دايما بيفكر ودايما بيخطط ودايما بيحاول يعرف إيه اللي ممكن أعمله بكرة. رائد الأعمال بيشيل مخاطرة كبيرة في البيزنس بتاعه لأن هو المسؤول عن كل الناس اللي بيشتغلوا عنده، هو المسؤول عن الشركة، هو المسؤول عن كل ماليات الشركة، فهو بياخد مخاطرة كبيرة. هل رواد الأعمال اللي احنا بنحكي عليهم دولت ليهم شكل أو نمط أو قالب معين؟ ستيريوتايب؟ لا. ناس كتير بتتكلم على رواد الأعمال على إنهم شباب، لكن ده مش الواقع. في رواد أعمال متخرجين من الجامعة، وفي رواد أعمال لسه متخرجوش من الجامعة، لكن في رواد أعمال في الأربعينات والخمسينات، وفي ناس بتبدأ شركاتها وهم عندهم 70 سنة. السن ملوش علاقة بريادة الأعمال. في رواد أعمال سيدات ورجال، في رواد أعمال من خلفيات مختلفة من التعليم، في منهم اللي اتخرج من الجامعة، في منهم اللي ما اتخرجش من الجامعة، في منهم اللي بيعرف يقرأ ويكتب، في منهم ربما اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وفي نفس الوقت عندهم القدرة إن هم يبدأوا شركاتهم. في رواد أعمال من كل الخلفيات اللي ممكن نتخيلها. ايه اللي بيميزهم؟ اللي بيميزهم ان هم عندهم القدره ان هم يبداوا حاجه وياخدوا مخاطره وينموها ويكبروها. هحكي لكم على انواع مختلفه من الشركات اللي رواد الاعمال بيبداوها. كلنا نعرف عن الشركات المملوكه للعائلات
اللي بقالها عشرات السنين في المنطقة العربية، شركات زي الفطيم أو السويدي أو العربي أو زلاطيمو، دي كلها شركات بتملكها عائلات. اللي بدأ الشركات دول كانوا رواد أعمال، لكن بعد كده بتتوارثها الأجيال جيل ورا التاني. دي ما زالت في مجال ريادة الأعمال. في ناس كتيرة دلوقتي بتبدأ شركات هاي تك، شركات مبنية على تكنولوجي. هديكم مثل زي إيزي تاكسي. إيزي تاكسي هي أبليكيشن ممكن ننزلها على الموبايل، بتخليك تقدر تحجز تاكسي ويجيلك لغاية عندك بدل ما تفضل واقف في الشارع تدور عليه. موجودة في دول كتيرة في الدول العربية. ديت شركات ناشئة مبنية على التكنولوجي. في شركات ناشئة ممكن يكون ليها مهمة مجتمعية بالإضافة لأنها بتكسب فلوس. مثل منها سيكم. سيكم من الشركات الرائدة اللي طورت الزراعة الحيوية في مصر. دكتور إبراهيم أبو العيش بدأ من عشرات السنين يبدأ الزراعة اللي من غير مبيدات أو من غير كيميكلز اللي ممكن تخلي الناس صحتها أفضل، وكان ليه هدف مجتمعي بالإضافة للهدف الربحي اللي موجود. كل دي أنواع مختلفة لريادة الأعمال ممكن نلاقيها، وكل دي أنواع مختلفة لرواد الأعمال ممكن نلاقيهم حوالينا. إيه اللي بيجمعهم؟ كلهم بدأوا شركة، كلهم أخدوا مبادرة، كلهم أخدوا مخاطرة، كلهم شافوا فرصة معينة حواليهم، وكلهم كان عندهم شغف واهتمام إن هم يبنوا الشركة بتاعتهم. طيب، فواضح من أتوقع تقريبا يرجع للأشياء اللي احنا كنا نتكلم عليهم بداية المحاضرة، إنه ريادة الأعمال يعني هي إنه يكون عندك فرصة في السوق، إنك تغتنم هذه الفرصة، إنك تفتح المشروع، وطبعا يعني هذا يقتضي إنه يكون أو يتطلب إنه يكون في مجموعة من السمات الشخصية، مجموعة من السمات من المهارات أيضا اللي تسمح للشخص أنه يفتح المشروع. هنتكلم إن شاء الله مفصلا على ما هي ريادة الأعمال، من هم رائدي الأعمال، هل عندك أنت أو أنت هل عندكم السمات الشخصية تسمح لكم، لو ما عندكم كيف ممكن أنكم تطورون هذه السمات. للأمانة يعني هي في سمات اللي ممكن نطورها، في بعض المهارات اللي كان يحكي عليها اللي ممكن أن نطورها، وفي أشياء اللي هي يعني موجودة في الشخص مثل الشغف، مثل البرسيستنسي، فهي اشياء صعب ان نخلقها في الفرد لو ما كانت عنده. الحين طيب، ليش ريادة الاعمال؟ ليه هاي مقرر؟ وما هي الفوائد اللي ممكن تحصل للشخص لو بيقوم بفتح مشاريع الخاص؟ طبعا اول فائده كلنا انه ممكن نفكر فيها اللي هي الاستقلاليه. طبعا ملكك لمشروع تتيح لك استقلاليه في طريقة العمل، في طريقة إدارة المشروع، يعني يديك إمكانية أنك تحقق ما كنت تحلم به خلال حياتك. فالاستقلالية من بين الفوائد الهامة لإدارة الأعمال. أيضا من بين الفوائد اللي ممكن يعني ممكن يتمتع بها رائد الأعمال هي فرصة للتميز، يعني أن تديك إمكانية أنك تتميز على بقية على الآخرين في إنشاء مشروع. ممكن يكون هذا المشروع واعد، ممكن يكون يخدم مجتمع معين، ممكن يخدم فئة من المجتمع. فطبعا يعني التميز يعني يعكس مهارة رائد الأعمال في تحقيق أهدافه، سواء كانت أهدافه الشخصية أو الأهداف المجتمعية. أيضا من بين الفوائد تحقيق الطموحات، سواء كانت طموحات مالية، لأنه هنشوف أيضا أنه رائد الأعمال هو شخص يريد أن يصبح غني، يعني شخص هم مش أشخاص اللي هم حيكتفون براتب على آخر الشهر أو راتب بسيط أو مشروع بسيط. رائد الأعمال بيكون عنده هاي الرغبة في أنه يصير غني، أنه يتوسع في المشاريع. فطبعا تحقيق طموحاتهم سواء كانت طموحات من ناحية المال، ولكن أيضا حتى طموحات من ناحية تحقيق الذات، من ناحية القيام به فعلا شيء اللي يريد القيام به ويحقق، يحس أنه يحقق فيه ذاته. إجان يعني من بين طبعا الفوائد الهامة اللي هي فرصة تحقيق الأرباح. مثل ما قلنا يعني رائد الأعمال هو شخص يريد أن يربح، يريد أن يكون ناجح في الحياة، يريد أن يكون له مكسب مالي كبير. فبنشوف أغلب رواد الأعمال اللي كان بتكلم عليهم ستيف جوبز، إيلون ماسك، كل هاي الأسماء الكبيرة، فكلهم بيكونوا عادة مدرجين في قائمة فوربس للأغنياء أو للأشخاص اللي بيكون عندهم
قدرة مالية كبيرة. وممكن آخر شيء اللي هي يخص بعض المشاريع اللي هي فرصة المساهمة في المجتمع. يعني في بعض الأحيان بنشوف أنه في نقص في مجتمعاتنا، في أشياء ودنا أن نشوفها تتغير، وبنشوف أنه المشاريع أو الشركات الموجودة حولنا أو الهيئات الحكومية ممكن أو غيرها ما وصلت إلى الشيء اللي احنا نبغاه أو نطمح إليه. فمن خلال القيام ب أو فتح هذا المشروع ممكن أن نخدم مجتمعاتنا، ممكن أن يعني في عدد كبير من المشاريع فتحت لأنه شخص كان بيحس أنه اللي موجود في المجتمع لا يكفي، أو الشركات اللي بتقوم به شركات لا يكفي. عندي مشكلة، كانت في صديق يعني فتح مشروع، يعني كانت لي تدريس اللغات بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ديسلكسيا. فكان المنطلق منها انه ابن الشخص هذا كان يعاني من هاي المشكله، انه مش عارفه لو تعرفون ديسلكسيا، هم هؤلاء الناس اللي بيكون عندهم صعوبه في القراءه، او بيقرؤون اما مش بيقدروا يقرؤوا، او بيقرؤون ويكتبون بطريقه عكسيه، بيكون عندهم مشاكل في القراءه والكتابه عامه. فالشخص هذا كان عنده ابنه، كان الابن هاي بيعاني بهاي المشكلة، واكتشف انه المدارس الحكومية وحتى المدارس الاهلية او الخاصة ما عندها القدرة او ما عندها الامكانيات او ما عندها الرغبة ان التعامل مع هذا النوع من الطلاب. واكتشف انه في عدد كبير من الاطفال اللي يعانون من هذه المشكلة، فقام فتح. يعني بتشوفوا انه في هذه الحالة كان فعلا نقص في الشركات الموجودة، ورغبة في أنه يساهم في تعليم هؤلاء الأطفال. فتح المشروع، فتح من الأول في الأول مركز صغير لتعليم هؤلاء الأطفال، وشوي شوي بدأ يكبر وفتح أكثر من مركز لتعليم الأولاد، سواء كان ذكور أو إناث، اللي عندهم مشاكل ديسلكسيا. فكان متخصص في هاي في هذا المرض، وشوي شوي بدأوا عدد كبير من شركات في من سوري من الـ من الـ الهيئات الحكومية على مستوى العالم أنهم بينادوه ويجي عندهم ويعمل تدريبات، وبدأ شوي شوي يتوسع. وطلع هو فتح في كندا في الأول، وشوي شوي بدأ يتوسع إلى أن دخل أوروبا ودخل يعني أماكن أخرى. في بعض الأحيان بيكون الانطلاقة هي مشكلة في المجتمع ممكن مش بلاقي لها حل، فكل هاي إن شاء الله حنيجي نحكي عنه خلال الفصل الدراسي لما بنجي نحكي على أنواع ريادة الأعمال، وما هي الأسباب اللي تجعل أحد يفتح مشروع. طبعا أيضا بالفوائد أنها تخلق فرص عمل، فبنشوف أنه مثلا رؤية 2030 أو عامة أغلب الحكومات على مستوى العالم بتحاول أنها تدفع مواطنيها إلى بدء المشاريع أو العمل في المشاريع الصغيرة. ليش؟ لأنها بتمثل فرص عمل لأشخاص آخرين، فبيصير هو بيشتغل وبيشغل أيضا عدد كبير من الأشخاص معه. فكل هاي طبعا فوائد، طبعا احنا ما يعني هذا مش من باب الحصرة، فوائد ريادة الأعمال كثيرة، ولكن هاي بعض الفوائد اللي ممكن نتكلم عنها. فبإذن الله حنبدأ المحاضرة القادمة، حيكون الفصل الأول مثل ما قلت لكم حيكون فصل تمهيدي، حنتكلم فيه على ما هي ريادة الأعمال وما هم رواد الأعمال، هل عندنا الخصائص حتى نكون رائدين في رواد أعمال، سوري، ما هي أنواع ريادة الأعمال. وبعدين شوي شوي خلال الفصل الدراسي بنحاول كل مرة نتعمق شوي، كل مرة يعني نحاول إن يعني ننظر إلى ما هي الخطوات اللي من خلال اللي ممكن نتخطاها حتى نوصل إلى أن نفتح مشروعنا الخاص. فهذا أول إن شاء الله بيكون عندكم الرغبة أنكم تفتحون مشاريعكم، وبإذن الله نعدي فصل دراسي ممتع مع بعض. أجين مرة أخرى برحب بأي استفسار لكم، أي مشاركات عندكم، لو حابين تشاركوا، لو حابين عندكم أمثلة حابين يعني تشاركوها زملائكم، حالة عملية عايزين تشاركوا فيها زملائكم، مشاريعكم الخاصة حابين تتكلموا عنها، فأي من هاي المداخلات بكون جدا مبسوطة أن نتناقش فيها، سواء في حلقات النقاش أو من خلال الإيميل الجامعي. مرة أخرى مرحبا بكم في هذا المقر، بشوفكم قريبا في المحاضرة الأولى. دمتم بخير.